دلوقتي مع بعض تقرير بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. الحقيقة تم افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان الفريق السوداني، المعرض للمصورة الصحفية هبة خميس، وكان بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. نشاهد. بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، نظمت هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين احتفالا بساقية الصاوي شارك به عدد كبير من اللاجئين في مصر من جنسيات مختلفة. تضمن الاحتفال معرض صور فوتوغرافية بعنوان الفريق السوداني للمصورة الصحفية هبة خميس، وكورال فني لعدد من الأطفال، إضافة إلى معرض لمنتجات يدوية وأطعمة الدول المشاركة. الشغل ده كله اتصور في 5 أيام، كنت بحاول أنقل تجربة اللاجئين السودانيين في مصر، من أول إن هم جم بلد جديدة بيتعايشوا إزاي، أحلامهم إيه، طموحاتهم، المشاكل اللي بتواجههم. كنت عايزة أعمل معايشة معاهم علشان يوم اللاجئين العالمي. والله الفكرة هو السودانيين، على فكرة حتى اللاجئين واللي من غير لاجئين في مصر كدولة مش دولة غريبة بالنسبة لهم، يعني متعايشين مع مصريين من سنين وسنين، يعني أكثر من 7000 سنة عايشين مع بعض، بغض النظر إنه يكون قبل اللجوء. بصراحة اليوم ده بيمثل كتير جدا بالنسبة لي، عشان أنا لاجئة فبحب مثلا أشارك أي حاجة تخص اللاجئ. اليوم ده بيمثل لي يعني شيء عظيم جدا، انه الناس ستاند توجذر ويز ريفوجيز، وتشارك الهموم بعضها البعض، ويتعرف على يعني الانشطه والبرامج اللي بتقدمها المنظمات المشاركه، وعشان يتعرف على الاحوال الموجوده للاجئين في مصر والحاجات دي. بيمثل ان كل الناس عيله واحده، كل اللي موجودين هنا عيله واحده. اجيت النهارده عشان اشارك في اليوم اللاجئ العالمي، وانا بقالي هنا 3 سنوات داخل مصر، ولاقي طبعا هنا ومقدم باليو ان المنظمه المتحده، وحبينا اليوم ندخل نشارك ونعرف عن تطورات ما معنا اليوم اللاجئ العالمي. يأتي الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي للتذكير بحقوق ومتطلبات اللاجئين في ظل ما يشهده العالم من نزاعات تؤدي الى تزايد اعداد اللاجئين يوما بعد يوم. عمرو موسى، نهايه الاسبوع.